طب الزمالك ليه لاعب واحد استبدال؟ تفضل ايه بوجهة نظرك الفنية؟ يعني كاسونجو ولا لاعب وسط؟ بص، هو في استكمال قايمه وفي استبدال، ايوه يعني فاهم، في مكانين الاستبدال. اعتقد. الاستبدال انا اعتقد ان الديفندر انت في حاجه شديده له دلوقتي تمام لاصابه محمود عبد العزيز، تمام وما عندكش غير طارق وساسي، وفي في قطاع الناشئين على فكره محمد لعيبه كويسه، حسن لكن كمان، طبعا وعندك محمد حسن، ما انا بقول لك قلت لك محمد حسن وطارق وساسي، وطارق لكن اساسي. انت ما تقدرش يا مهيب تقدر تعتمد على ثلاثه في اربع خمس بطولات جايين، سواء دوري المجموعات او كاس مصر او بطوله الدوري او السوبر اللي هتلعبه، فانت عندك ماتشات ومعارك صعبه جدا، وبالتالي انا في تصوري ان مركز الديفندر نادي الزمالك في اشد الاحتياج ليه دلوقتي، لان انت عندك فراوده، عندك الحمد لله موجود ثلاث فراوده كويسين، وموجود تحت الفراوده كمان كويسين جدا، فالخط الامامي يمكن ممكن تصبر عليه شويه لغايه يناير على الاقل، لكن انت في الفتره دي لازم يبقى في نوع من انواع السرعه في التعاقد مع حد ديفندر، وديفندر على مستوى عالي ومستوى يعني مستوى نادي الزمالك.